عزوز ليش ما تحط الحزام؟ يا ريال كله كلام فاضي ما منا فايدة، توني لابس هالكندورة ما فيني تتكسف، وبعدين نحن سايرين مكان قريب. خلني اخذ سيلفي احسن لي، يعني تخيل اني اخذ سيلفي وانا حاط الحزام. تعال تعال خلنا اخذ سيلفي. الله يهداك، بس منو قالك ان الحزام مو مهم؟ ما تعرف شو اللي ممكن يستوي ونحن نسوق لا قدر الله. انا دوم احط الحزام حتى لو ساير الدكان اللي في الفريج، اهم شيء السلامه. وبعدين شرطة أبوظبي وصونا ان ما نحرك السيارة قبل ما نحط الحزام. ما عليك يا ريال، اتحرك انت وعقب بحط الحزام، اتأخرنا لازم نوصل بسرعة. واحتمال يستوي أكثر من شي، فمثل ما قلت لك لازم دوم تحط حزام الأمان. انزين انزين سالم. حزام الأمان ضمان لسلامة الجميع، احرص على استخدامه دائماً.